la famille. إلى تحالف المؤسسات القدرية المشترك لإغاثة الفلبين والصومال المحترم. الموضوع شكر وتقدير، فإن إدارة محافظة النوغال ممثلة شعبها ومجتمعها المدني تقدم لكم ولشعب القدرية الشقيق وقيادته الرشيدة جسيل الشكر والتقدير على جهودكم الإنسانية الأخوية المبذولة في تنفيذ مشاريع إغاثية وإنعاشية لصالح سكان محافظة النوغال، والتي من خلالها تحسنت حياة الآلاف الأسر المتضررة بسبب إعصار هيام الذي ضرب أجسام شاسعة من المحافظة وخلف آثار إنسانية وقيمة. فإن إدارة المحافظة تشكركم على الجهود الإنسانية المميزة التي بذلتموها في تنفيذ مشروع الإنشاء المبكر وما ساحبه من أنشطة توزيع المواشي وتشغيل المراكز الصحية وتيسير القوافل الطبية وتأهيل المراكز الخدماتية من المدارس والعيادات الصحية والآبار التوازية التي تضررت بسبب موجات الإعصار. نسي الأخ محمد حسين عبد الفتاح وعبد الخالق ومهندس صمتر. أيضا يسعدني أن أشكر بدور الشريف الذي قامت هيئة تضامن ممرهم على جهودهم الإنسانية ودورهم الشريف، وكانوا يعملون بنية خالصة، وأتمنى للكل التوفيق. وأتمنى waxaan sanan u diray dhammaan lamaan dadka reer qaran ee sidoo kale waxaan sanan halkan uga dirayaa ee saldanadooda iyo madaxdooda iyo shuyuuxdooda ee iyo lamaan shacabka reer qaran. Waftiga qadar waxaan u sheegaynaa annagu dhaqan baanu nahay. Soomaaliya markay burburday oo gobollo u kala go'day, meeshii dhaqanka iyo meeshii dowladdaba annagaa matalaynay. Haddii madaxweyneyaashu isbedelaan isbedelaadaas annagaa goobjooga ah, oo waxay u badan tahay wax kala bedela, ilaah baa wax kala bedelay, laakiin baarlamaanka annagu aanu keenno baa wax kala bedela. Ninkii aan dhiman annagu dhaqan haddaanu nahay, geeridaanu isku bedelaayo, nin walba markuu aabihii dhinto buu isagu meesha fadhiistaa. Walaakiin sida kale anagu mar kasta goobjoog baa nahay. Marka waxaan rabnaa mucaahidada ugu weyn inaa anaga nala qaadataan haddaa la yidhaahdo. Ma aha inaanu maamulada iyada salugannahay, waa ku kalsoonnahay, waa shaqaynayaan, laakiin maamuladu way isbedelaan. Qolaa timaada qolaa tagta, annagu haddaanaa dhiman waa joognaa. وليس هذا القصد من تقزيم أو تخفيف دور الحكومة، لكن الحكومات تتعاقب وتأتي حكومة وتذهب أخرى، لكن الأمراء والسلاطين وأصحاب الثقافات في المنطقة هم الأصل. وعن رباهين أنوشي بوفتك قدر أنه منهن أفريقا عربت إسكشي أقتها annagu cimilada dhulka un baanu la yari madmadownahay carab baanu nahay. يقول السلطان نحن لسنا كالأفارقة الذين يدعون العروبة، لكن نحن عرب إقحاح، عرب أصليين. المناطق والمنطقة والظروف هي التي جعلتنا بهذا اللون. وحاولنا عرب سن لحظة تعاون الخليج هي اليمن بان وقول هاي نقع عرب سيئة، لكن انت قال عرب سيئة. نحن نعترف فقط العروبة للآخرين. لأنه ذلك كانوا الوقت هاي عرب تعرفوا أربع عمر مراي مصر واتقي بلا واتقي وكانوا واقع شقية سيدة بضل فارسين بان حكا شيئة ذات كلا قارد بيبا يومات كلا يسكن بالبين
لحظة تعاون الخليج يمن توم بان واهي سنة إني عربتي أصلقها كنو ليه يقول أنه السلطان ذهب إلى مناطق متعددة، ذهب إلى بلاد مختلفة، يعطي الأصالة لدول الخليج، لكن العرب الآخرين يمكن السودان يقصد امتزجوا بجنسيات أخرى وبعرقيات أخرى. أوكي لا تعتبر مشكوك أبصر أنا قوي أنا أنا وأخص بالذكر دكتور زهير عبد القادر حمد السيد وأخونا عشرة الله دار القرار الذين صمموا هذا البرنامج، وأشكر كذلك عبد الفتاح آدم معلم مدير المشروع الذي سهر وحرص على أن يتم هذا المشروع في وقته، وكذلك سيد محمد حسين عمر مدير مكتبنا في مقديشو والذي أشرف الإشراف العام على هذا المشروع. أشكرهم على هذا الجهد وأتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. شكرا لكم وشكرا لحفاوتكم التي ساعدنا هذه الليلة أيضا بلقاء فخامة الرئيس، وكان الترحيب واسعا على جميع الأصعدة، على صعيد العمل الخيري وعلى صعيد الدعم الحكومي وعلى صعيد الأعمال التجارية. أشكر لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الوطن نأمل أن نتعاون في الاستفادة من هذا البلد ونرحب بكم وشكرا جزيلا. برنامج